نحكي عن موضوع الهيومريت اكيونوميك سندروم اتشو اس طلابنا. ديفينيشن هو عباره عن تريادل الاتشو اس، عباره عن نون ايمون ميدييتد مايكرو انجيوباثيك هيموريتيك انيميا، هاي توكسين انديوست، عباره عن توكسين انديوست مايكرو انجيوباثيك هيموريتيك انيميا نون ايمون ميدييتد، يعني الكونستاس بيكون فيها نيجاتيف. الاكيوت رينال فيلر اللي هو عباره عن نيفريتيك سندروم اند ثرومبوسايتوبينيا، هذول الثلاثه اللي اجوا مع بعض اللي هو هذول التريادل هم تبعون الهيموريتيك سندروم. قبل هذول الاشياء، قبل ما يصير عندي هيموريتيك انيميا ويصير عندنا بالور شحوب، قبل ما يصير عندنا ثرومبوسايتوبينيا يمكن تؤدي الى بليدنج، قبل ما يصير عندي اوليجوريا اند رينال فيلر، هذا المرض يصدق بجي اي انفكشن، بكتيريا الجي اي انفكشن. هاي البكتيريا الجي اي انفكشن بيجي معها بلادي دياريا، مهم جدا نعرفها هاي النقطه. الاتريات هذول ارجوك ركزوا عليهم، ما في بالاتريات اف نيورولوجيكال مانيفيستيشن، نيورولوجيكال ساين اند سيمتوم مش موجوده، ارجوك ركزوا على هاي نيورولوجيكال ساين سيمتوم اذا كانت موجوده هاي بتيجي عند الادلت بسندروم اسمه ايش تي تي بي ترومبوسايتوميك فيبر. ارجوك ركزوا، ما في نيورولوجيكال سيمتومز، يعني ما في عندي سيجر، ما في عندي نيورولوجيكال ديفيسيت، ما في عندي اتاكسيا، كل هذول ما بكونوا موجودين في الاتش اس. Epidemiology, most common cause of acute renal failure عند أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات. Etiology, most common cause للهيموريتيك كرونيك سندروم هو التوكسين اللي بيطلع من الإيكولاي. most common cause 90% بيجي محمد دياريا، بتكون بلد دياريا، هاي البلد دياريا بيكون سببها جرام نيجاتيف إيكولاي أو 157S7، هاي انتير هيموريتيك إيكولاي بيطلع لنا توكسين اسمه الشيكا توكسين، شيكا توكسين أند فيرو توكسين، هذا عبارة عن إندوتوكسين، هذا الإندوتوكسين هو اللي بيسببيت حدوث الـ HHS. الساينس سمتوم فيرس أول شيء زي ما حكينا اللي هو جي آي إنفكشن، جي آي بكتيريال إنفكشن، أبدومين البين مع بلد دياريا، وإذا عملنا ستول كلتشر بيطلع لنا نتيجة ستول إيكولاي. أفتر 5-7 ايام من هاي الجي اي انفكشن ببلش عندنا الاتريات. شو الاتريات؟ ام اتش اي، مها ام اتش اي مايكرو انجيوباثيك هيموريتيك انيميا، بتؤدي الى جوندس اند بلور اند انيميا. هاي الانيميا بتكون كونستس نيجاتيف، يعني ان ايمون اي ار اف اكوت رينال فيلر اوليجوريا اند ايديما اند هايبرتنشن، الطفل بيصير عنده اند ديكريز بليتلت، بليتلت شو ماله بيكون عندهم لو، يعني بيصير عندهم بليدنج اند بيتيكيا. نو سي ان اس مانيفيستيشن، هي حاطه باللون الاحمر وضعيفه انا لانه الطلاب كلهم بيخربطوا فيها. نو سي ان اس مانيفيستيشن، نو اتاكسيا، نو ان كوردينيشن في الموفمنت، نو اب نورمال موفمنت، نو كوريا، نو باراستيزيا، نو بريفرال نيوروباثي، ما في عندي اللي هي هيميبليجيا. كل هاي الاشياء السي ان اس بتكون في التي تي بي مش في الاتش اس. دياجنوزس، واتس ذا دياجنوزس؟ سي بي سي بتلاقي لورد بلاد سيل، يعني بنلاقي انيميا وبنلاقي ثرومبوسايتوبينيا، انيميا اند ثرومبوسايتوبينيا. الوات بلاد سيل يا بيكون هاي او بيكون نورمال. بلاد فيل بنلاقي ام اتش اي اللي هو شو يعني ام اتش اي مايكرو انجيوباثيك هيموريتيك انيميا، بنلاقي سكستوسايت، خلايا اسمها سكستوسايت. كدني فانكشن شو بنلاقي؟ الكرياتينين بنلاقي عالي واليوريا عالي. موست كومن كوز اوف اكيوت رينال فيلر عند الاطفال اللي قبل 5 سنوات هو الاتش اس، بنلاقي عندهم اكيوت رينال فيلر. يورين بنلاقي مايكروسكوبيك هيماتشوريا، مايكروسكوبيك ايش هيماتشوريا. ستول كلتشر بنلاقي شيكا توكسين اند فيرو توكسين اللي هم التوكسين تبعون الايكولاي. التريتمنت، واز ذا تريتمنت سبورتيف تريتمنت، شو يعني سبورتيف؟ اذا كان عنده ديهايدريشن بنعطيه فلويد، اذا كان عنده انيميا سيفير انيميا بنعطيه بلاد ترانسفيوجن، اذا وصلنا مرحله اندستيج رينال ديزيز بسبب الرينال فيلر بنعمل دياليزس. البيست فور ريزيستانس رينال فيلر، حالات الريزيستانس رينال فيلر بنعمل اف دياليزس. بعض الاحيان لو حكى لي في عندنا اللي هو بلازما فريزس، بلازما فريزس هاي هي الفيرست لاين اوف تريتمنت، بلازما فريزس فيرست لاين اوف تريتمنت تي تي بي ثرومبوسايتوبينيا. هون كمان صاروا يستخدموه بحالات علاجات الاتش اس عشان نعمل غسيل للجسم من الفيرا توكسين والشيكا توكسين الموجود بجسم الاطفال هذول اللي هو بلازما فريز. بلازما فريز لها فوائد، يعني لها نقدر نحكي عنها فيرست لاين تريتمنت حالات التي تي بي وفيرست لاين تريتمنت حالات الاتش اس، وبتقلل الموربيديتي والمورتاليتي اللي هي بلازما فريزس. بلازما ايش فريز؟ يعني من احد الخيارات نعمل اللي هو دياليزس او بلازما فريزس، دياليزس او بلازما فريزس، يعني دياليزس او بنسميها بلازما فريزس، بلازما فريزس اللي هو غسيل فريزس. هاي مهمة جدا نعرفها انها فيرست لاين. طيب للريزيستانس ريفراكتور كيسز ستيرويد ار نوت هيلفول، يعني ما بيوز بيستخدموه ولكنه نوت هيلفول، ما له لانه هو نون ايمون ميدييتد ديزيز. الانتيبيوتيك هل ينصح باستخدامه؟ لا. هل استخدموه وهل بيستخدموه بعض الدكاتره بيستخدموه ولكن خطا واضح. الانتيبيوتيك ار كونترا انديكيتد لانه ويرد انه بيزيد الموربيديتي والمورتاليتي وبيزيد نسبه حدوث الاندستيج رينال ديزيز والطفل يصير شو مع دياليز ديبندنت يصير يغسل. لذلك الانتيبيوتيك شود بي افويدد اند كونترا انديكيتد. نو سبلينوميجالي بالمرض هذا، على العكس من التي تي بي يمكن يجي معهم بنسبه 5% سبلينوميجالي. نو رول اوف سبلينكتومي، على العكس من التي تي بي المرضى اللي عندهم سبلينوميجالي ان كان مرضى التي تي بي نقترح عليهم سبلينكتومي، ولكن سبلينوميجالي هون مش موجوده ولا سبلينكتومي بنعمل في العلاج.
هاي مهم جدا النوس بينهم قال لي النوس بينكتمي رو نورو لوسبينكتمي البروجنوز بالضبط البروجنوز 5 إلى 10%. هسه شغله البليتلت سبورت بنعمل بلات ترانسوجن بليت ترانسوجن لا ينصح بعماله بليت ترانسوجن هسه متى بنعمل بليت ترانسوجن طلابنا اذا كان الطفل ان لايف ثريتنينج بليدنج لايف ثريتنينج بليدنج بنعمل بليت ترانسوجن اذروايز ما بنعمل احنا بليت ترانسوجن مهم جدا بليت ترانسوجن مش ايرلي بنعمله نعمل بليت ترانسوجن اذا كان الطفل شماله عنده لايف ثريتنينج بليدنج او كان عنده سيفير ثرومبوسايتوبينيا سيفير ثرومبوسايتوبينيا هل بامكاننا نعمل بليت ترانسوجن هي ليس ابسولوتلي كونترا انديكيتد بليت ترانسوجن في الاتش اس في التي تي بي وجدوا اعطاء البليت ترانسوجن في حالات التي تي بي بزيد الموربيديتي والمورتاليتي وبزيد نسبه حدوث الستروك والام اي فلذلك في التي تي بي اتس سترونجلي كونترا انديكيتد انلس المريض عنده لايف ثريتنينج بليدنج او عنده مثلا انتركرينال بليدنج او عنده لايف ثريتنينج بليدنج بهاي الحالات بنعمل حبل ترانسوجن للتي تي بي هون في الاتش اس اذا كان الطفل عنده لايف ثريتنينج بليدنج او كان عنده بليتد فيري لو بهاي الحاله بنفكر نعطي بليت ترانسوجن اذروايز احنا ما بنعمل بليت ترانسوجن لهذول الاطفال انتبهوا لا برجنوز 25% مورتاليتي 10% بسبب رينال دامج اوفر اول بشكل عام هو جود برجنوز على العكس من التي تي بي التي تي بي البرجنوز الاوفر هذا موضوع الاتش اس بشكل كثير مختصر أرجو أركز على الأشياء اللي أنا حكيتها لأنها مهمة جداً تيجي كثير في الامتحانات والطلاب كلهم بيخربطوا فيها.